هلا اذا بدنا نطلع على الايكوفالنت سيركت لازم اول شيء نفهم في عندي جزء بيعمل اكسايتيشن مظبوط. ايش الجزء اللي بيعمل اكسايتيشن؟ تحصن هون بس الروتر هذا. حتى لو كانت الماشين 3 فيز كم واحد عندي من هذا؟ واحد. ايش دائرته؟ عندي هون سلك يمر فيه تيار مظبوط، راح يمر هون. هلا هاي الدائره لو بدي اطلع عليها بسيطه، ممكن يكون في عندي هون ريزيستر خارجيه بغيرها، وعندي هون في. فلو بدي ارسم الايكوفالنت سيركت لهي الدائره، عندي هون في للفيلد، ممكن يكون عندي مقاومه خارجيه، عندي هون فيريبل ار، هذه ار الروتر مثلا نسميها اكس. دائره بسيطه جدا ما بتهمناش، كل اللي بهمني منها ايش بهمني منها اني احقق؟ بيطلع عندي ماجنتيك فلوكس، بشيء بمر الكرنت من هون بتكون ماجنتيك فلوكس في هذا الروتر الموجود. وطبعا اذا كانه هذا هون مش مثبت، البطاريه هاي اذا مش مثبته هون لازم يكون في عندي سليب رينجز ما بين التون. هلا اذا جينا طلعنا على الستيتر راح يكون في حاله الجنريتر، في عندي هاي راح اسميها EA، هاي لفيز هاي تو فيزز، يعني هذا اسميه واحد EA، عندي هون EA ثلاثة، هذا عندي هون J X راح اسميه اس، هلا راح نشوف ايش سميناه اكس، وهذا ار اي، هذا هون جي اكس اس، جي اكس اس ار اي. هون عندي في فيز، هذا راح يروح للمستهلك، في فيز ايش رسمت ثلاثة؟ 3 فيز، فكل واحدة من هذول كانها هي بتمثل واحد من الفيزز من هون، وممكن يكون هاي النقطة مشبوكة مع هاي النقطة مشبوكة مع هاي النقطة، بس الايكوفالنت سيركت لكل واحد منهم هو هاي الدائرة. فلو جينا اطلعنا على هاي الدائرة، مين راح وين راح يمشي اتجاه الكرنت؟ هاي ايش مقصود منها؟ راح تروح على المستهلك. راح افترض انه الكرنت ماشي عندي في هذا الاتجاه. خلينا نطلع على الرسومها بشكل اكبر من هون. هلا خلينا نطلع على مكونات الدائرة. هذا هون عبارة عن الفولتج الـ EMF اللي تكون. الـ EMF ايش اللي كون هذا الـ EMF؟ ايش اللي خلى هذا الـ EMF يتكون؟ السرعة تبعته. السرعة وايش كمان؟ والفلوكس. الكرنت اللي هون كون فلوكس. فهذه EA بتساوي هي كونستنت. هاي اوميجا اللي هي السرعة اللي بلف فيها، سرعة الدوران فاين. مش إذا زدت سرعة الدوران بزيد عندي هذا الفولتج اللي طالع، الاندكتنس اللي طالع، هذا كأنه ايش هذا القانون؟ مش فاهمين أو جاي من وين؟ جنريتر اللي هو شو اسمه كان؟ مين العالم؟ فردي. كان عندي ماينس دي فاين على تي. فهذا هون بتكون عندي، ولذلك احد الاشياء اذا بدي ازيد ايش بقدر ازيد؟ بقدر ازيد فاين. عاده اوميجا ما راح ازيدها لانه اوميجا حكمتني بايش؟ بالفريكونسي. انا الفريكونسي اللي بدي اوصلها ثابته للمستهلك مضبوط؟ فلو انا بدي ارفع الفولتج او اغير الفولتج من هون شو بدي اضطر اغير؟ كيف اغير فاي؟ اذا اغير اي او تغيير هاي المقاومه هون، اذا بغير المقاومه هون بتغير اي، بتغير عندي الفلكس اللي موجود هون. هلا هون في عندي تو اندكتنسز، في اندكتنس تبعت هذا، هذول وين موجودين هذول؟ بالستيتر ولا بالروتر هذول؟ بالروتر. لا ستير روتر. هذول بالستيتر، هذه اكس نسميها اي، وهذه اكس تبعت الستيتر، وهذه ار. هون عندي بيصير في شيء اسمه الارمتشر رياكشن، عشان ما ادخلش بتفاصيل في كثير راح اختصر الارمتشر رياكشن، راح ادمج هذول التنتين في شيء اسمه اكس اس.
هون عندي في فيس. قديش انت تتوقع هاي لازم تكون عندك في البيت قيمتها؟ 220 او 230 مش هيك؟ بغض النظر عن اللي موجود هون اللي بتولد بال... فاذا عندي في عندي كرنت اي اي، ايش المعادله هلا للنوب هذه؟ ايش بستعمل؟ ايش مبدا اللي راح استعمله حتى احسب المعادله تبعت النوب هاي؟ كيف هي؟ مش هيك؟ حسب كيرشوف فولتج لوب. ايش عندي؟ عندي هذا الفولتج شو بيساوي؟ بيساوي هذا الفولتج زائد هذا الفولتج، اذا اي اي بيساوي اي اي جي اكس اس زائد اي اي ار اي زائد في هذا قانون مهم، هذا قانون الجنريتر. راح ندخل المره الجايه نطلع على ثلاث حالات لما يكون عندي اللود هون ان فيز لاجينج او ليدنج. في